ممتاز جدا. يمكن يعني دي فرصه برضه عشان نحيي صديقنا العزيز المخرج اكرم فاروق وكل فريق العمل. اكرم فاروق استاذ ماجد الكدواني اللي قدم لنا النص او التعليق الصوتي، نوره شلبي اللي قامت بانتاج المقابلات، استاذ تامر كروان اللي اهدانا الموسيقى المميزه جدا للفيلم، وفريق كبير جدا محترم الحقيقه. تامر كروان طبعا عمل الموسيقى بتاعتنا في ما هو بيعمل الشغل الناجح بس بيعمل البرامج الناجحه بس. طب محمود، يمكن يعني القائك الضوء على هذه المشكله الخطيره لم ينحصر جغرافيا في مصر بل امتد الى لندن وامتد الى الولايات المتحده ايضا. احكي لي عن ازاي اخترتوا الشخصيات بتاعت الفيلم، الشخصية الرئيسية اللي هو المصري اسمه مصطفى محمد ومصطفى هما شخصيتين. محمد كان مدمن سوشيال ميديا، معترف انه مدمن سوشيال ميديا، وبحثنا له عن سبل العلاج فوجدنا الجروب ثيرابي او الجلسات العلاج الجماعي. اما مصطفى فهو مش مدمن سوشيال ميديا، هو شخص ناجح، طبيب اسنان، عنده اسرة جيدة وعنده حياة جيدة، ولكن اسرته بدات تخشى عليه من بدايات ادمان سوشيال ميديا، وبالتالي ده ما وصلناش معاه للعلاج السلوكي بالجروب ثيرابي والكلام ده، لا ده مجرد بدانا نرجعه لحياته الاجتماعيه. عملنا تقليد نتمنى ان كل البيوت المصريه تطبقه، ان كل ما الاسره تجتمع يبقى في علبه يتحط فيها الموبايلات، ممنوع حد يبص في موبايله الا لما نخرج. يا استاذ عمرو احنا كان عندنا زمان انت بيجي لك جواب على البيت بيتحط فين الجواب ده؟ صندوق البريد، بتشوفه وانت نازل بتشوفه وانت طالع. هل عمرك شفت ساعي البريد بيطلع يخبط عليك ويفضل يقول لك لازم تاخد الجواب؟ الجواب هيفوتك. ما بيحصلش ده. الموبايل بيعمل ده، الفومو بيعمل ده. الحاجات الثانيه الاهم انه انت الاكل مفيد والسوشيال ميديا مفيده، بس هل حضرتك بتاكل في اليوم 10 ساعات؟ لا طبعا. انت بتاكل في اليوم لو عديت الساعات اللي بتاكل فيها هتلاقيه محدود ومقنن وما ينفعش تزود عنه الا تتعب. نفس الامر بالنسبه للسوشيال ميديا. هل انت بشكل شخصي استفدت من ده؟ اللي نعرف انك انت متابع جيد للسوشيال بالتاكيد. بقول لك انا لغيت كل الابلكيشنز اللي عندي. البنت الروسيه اللي كانت معانا بالمناسبه اسمها كريستينا، قالت تجربه ممتعه جدا في العلاج. هي لغت كل جروبات اللي ليها علاقه بيه او الابلكيشن ليها علاقه بالاخبار العجله او ليها علاقه بالتعارف او ما الى ذلك او الماسنجرز او كده، لان هي دي اللي بتولد اكبر عدد من النوتيفيكيشن. شوف على موبايلك ايه اكتر حاجه بتولد اكبر عدد من النوتيفيكيشنز والغيه، واعمل تقنين لنفسك لانه ده الحل. مش انا اللي بتكلم، احنا معانا خبراء في علم النفس كانوا في الفيلم وطرحوا هذه الروشتة وطبقناها على مصطفى اللي رجعناه لاسرته، وعلى محمد اللي عملنا له جروب ثيرابي وسمع تجارب كثير. ولكن محمد ومصطفى ما كانوش ابدا هيبداوا طريق التعافي الا بالاعتراف ان هناك مشكله.